نفسه للخطر وللموت. هذا الموقف الشجاع لدرجة من أبي طالب. نعم، بعد أن فشلت جميع الطرق التي تبعها مشركو قريش لصد النبي أو للقضاء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيقافه عن التمدد في نشر الدين الإسلامي، اتفقوا على أن يرسل كل واحد منهم، يعني من كل قبيلة، يرسلون رجلا مسلحا بسيفه، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وآله وهو نائم على فراشه فيضربونه جميعا بسيوفهم ضربة رجل واحد فيقتلوه جميعا. فإذا قتلوه